السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها المشاهد الكريم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بكل خير وبركة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر المحرم. اليوم ده له فضل كبير جدا لصيامه، وهنقف مع بعض المحطات اللي من خلالها نقدر نستفيد على قد ما نقدر من المحطات بتاعة التنقية والمحطات بتاعة التحلية اللي احنا بنتعرض لها في حياتنا. النهاردة 9 محرم، بكرة هو 10 من المحرم. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا انه شهر المحرم شهر من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. يبقى 12 شهر مش 13 ولا 11. ده ربنا اللي بيقول في القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. فيه 4 شهور من الأشهر الـ12 شهور حرم، شهور حرام. المعصية حرام في كل الشهور، لكن الحرمة بتاعتها بتزيد في الأشهر الحرم. منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن، يعني في الـ4 شهور فيهن أنفسكم. ظلم النفس بالمعصية، ظلم النفس بأي حاجة، الظلم عموماً بيكون حرام على مدار العام، لكن في الـ4 شهور دول بيكون أكثر حرمة. شهر المحرم أو شهر محرم من الأشهر الـ4 الحرم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أفضل الصيام، أفضل صيام على الإطلاق. محدش يتخيل بقى كلمة أفضل، لأنه فضلها كبير جداً. أفضل الصيام بعد الفريضة، يعني بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم. والمعنى مش صيام الشهر كله، لأنه الشهر كله بيتصام رمضان فقط، لكن أصوم على قد ما أقدر في شهر المحرم. سيدنا بيقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام، أفضل درجات الصيام بعد صيام الفريضة صيام شهر المحرم. هنلاقي إنه فيه بعض الروايات بتقول صيام شهر الله المحرم. طيب صيام شهر الله المحرم ليه إضافة الشهر إلى الله، مع إن الشهور كلها شهور ربنا، لكن شهر محرم بالذات اللي احنا فيه ده يضاف إلى الله إضافة تعظيم. حد بيسمعني دلوقتي فيرد يقول لي يا شيخنا انتوا عندكوا بعض الخلل في شرح القضايا الفقهية دي، فأرد عليه وأقول له بعض الخلل عندنا ليه؟ يرد يقول لي انت في شهر شعبان بتقول انه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه روايات بتقول إنه ما كانش يصوم شهر كامل إلا قليلا إلا شهر شعبان. هو ما بيصومش شهر كامل أبدا إلا رمضان، لكن في شهر شعبان بيصوم كتير جدا. فإيه حكايتكم معانا بالضبط؟ هو الفضل في شعبان ولا في شهر محرم؟ وإنتوا بتلبسوا على الناس كده، أو في خلل في الأحاديث دي؟ فأقول له أبدا ما فيش خلل ولا حاجة. صيام شهر شعبان لأنه هو المقدمة بتاعة الفريضة العظيمة جدا اللي هي شهر رمضان. فعشان كده زي ما في عندنا سنن قبلية فيه سنن بعدية، والسنن القبلية والبعدية بيكون بركتها كتيرة جدا، وبتعمل عملية إعداد علشان أبدأ أدخل في صيام الفريضة وأنا مستعد بشكل صحيح. أما في شهر المحرم فقد ورد هذا الحديث. أليس من السهل يا سيدي الفاضل أن يكون هذا الحديث قد ورد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته؟
يبقى كان طيلة حياته بعد فرض الصيام عليه حتى قبض صلى الله عليه وسلم أو قبل ما يقبض كان بيهتم بصيام شهر شعبان، لكن قبل ما يموت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل شهر محرم، فقال هذا الكلام تنبيها للأمة على فضيلة الصيام في شهر محرم. فعلشان كده إحنا بنهتم بالتنبيه على الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، وبالتحديد صيام يوم عاشوراء. هننتقل لصيام يوم عاشوراء، لأن فضل الصيام ده أنت عندك يوم عرفة لو أنت صمت لأنك مش حاج بيكفر لك سنتين. صيام يوم عاشوراء سيدنا بيقول عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر السنة السابقة، السنة اللي مضت دي، السنة اللي عدت دي، صيام يوم عاشوراء يكفرها. طيب يا شيخنا، في بعض الناس بتقول إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف صيام يوم عاشوراء إلا لما راح المدينة فلقى اليهود بيصوموا يوم عاشوراء، فهل سيدنا أخذ دينه عليه الصلاة والسلام من اليهود؟ حاشاه. ده اللي بيقول الكلام ده بيقوله عن جهل، بيقوله وهو بيحقد على سيدنا البخاري وعلى سيدنا الإمام مسلم، لأنه مش عارف إن ستنا عائشة قالت بإنه قريش قبل الإسلام كانت تصوم يوم عاشوراء. نعم، يعني صيام يوم عاشوراء أصلا كان بيصام من كفار قريش قبل سيدنا النبي ما يؤمر بالرسالة الإسلامية والرسالة اللي جا بيها عليه الصلاة والسلام. أيوة، فكانت قريش تعظم هذا اليوم وتصوم هذا اليوم. فيرد عليه يقول لي جبت الكلام ده منين؟ جابوا الصيام ده منين؟ صاموا ليه؟ أرد عليه وأقول له أليس من السهل أن تكون البقية الباقية من الحنيفية السمحة من ملة أبينا إبراهيم قد بقيت على صيام شهر صيام يوم عاشوراء من شهر المحرم، فكانت قريش تصوم هذا اليوم وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا اليوم حتى أمر بالإسلام فكف عن صيامه، ثم عاود الصيام مرة أخرى حينما دخل المدينة فتذكر أنه كان يصوم هذا اليوم قبل الإسلام، فسأل سؤال عن الحكمة، طب إيه علاقة اليهود بيوم عشرة محرم؟ قالوا إحنا بنعظم اليوم ده لأنه هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون ومن معه، فأهلك الله فرعون ومن معه ونجى موسى ومن معه، فنحن نعظم هذا اليوم ونصوم هذا اليوم. فيقوم يقول يعني التعظيم ده عند اليهود ما كانش مستحدث؟ لا، ده كان من قبل الإسلام، حتى من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام كان يصوم يوم العاشر وما كانش لسه فيه سيدنا موسى. فشوف أنت بتتكلم في إيه وبتروح فين. فهنا أنت صيام يوم عشرة محرم الفضل بتاعه عظيم جدا، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة الماضية يعني. فيرد عليه واحد يسألني ويقول لي يا شيخنا هو مين راوي حديث صيام يوم العاشر من المحرم؟ فأرد عليه وأقول له ابن عباس. فيرد عليه ويقول لي وهو لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة ولقى اليهود بتصوم اليوم ده كان عمر ابن عباس كم سنة؟ مش سنتين ولا ثلاثة؟ فأقوم أقول له لا، على الأرجح عمر سيدنا ابن عباس كان 5 سنين عند الهجرة. فكان سيدنا ابن عباس وصله من خلال الناس اللي حواليه
وسيدنا ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وقبل وفاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا عمر يجيبه ويقعده مع كبار الصحابة، فيقوموا يقولوا له يا عمر أنت بتجيب الصاب الصغير ده تقعده معنا ليه؟ فيقول لهم بلاش أتكلم أنا، بس ده أعلمنا بالقرآن الكريم لأنه سيدنا دعاله، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان يقعد وسألوه، لما جه سيدنا عمر سألهم إذا جاء نصر الله الفتح أنت رأيك فيها إيه وأنت رأيك فيها إيه وأنت رأيك فيها، كلهم أجمعوا على إن ربنا بقى بيقول لسيدنا النبي أنت تسبح ربنا وتحمد ربنا. لما جه الدور على آخر واحد هو كان سيدنا ابن عباس، وسيدنا عمر تعمد أنه يعمل حاجة زي كده عشان يثبت لهم فقه سيدنا ابن عباس، قال له أنت يا ابن عباس رأيك كيف إذا جاء نصر الله الفتح؟ قال له يا عمر هذا نعي رسول الله، ده اقتراب الأجل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وأثبت سيدنا عمر للصحابة كلهم أن الصبي الصغير ده أفقه واحد فيهم، وأن ربنا فتح له ما لم يفتح لغيره من العلم. سيدنا ابن عباس لما بيتكلم عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عما وصله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. طيب صيام يوم عاشوراء بقى اللي هو العاشر من المحرم، النبي أمر بمخالفة اليهود، هو يبقى هو هيتعلم منهم إزاي وهو أمر بمخالفتهم؟ هو أمر بمخالفتهم لأنهم كانوا يعظمون هذا اليوم ويصومونه في شريعتهم تعظيما لما حدث مع موسى عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود بصيام يوم التاسع والعاشر. أنا عندي لصيام يوم عاشوراء مراحل كده. أول مرحلة خالص صيام يوم العاشر، هل ينفع صيام يوم العاشر؟ آه يجزئ مع الكراهة. إيه هي الكراهة؟ إنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن نخالف اليهود فأنا مش هخالف، يبقى أنا عندي صيام يوم العاشر لوحده، يعني صيام يوم العاشر لوحده يجزئ أخد به تكفير السنة؟ آه. طيب المرتبة الثانية إن أنا أصوم يوم التاسع والعاشر، المرتبة الثانية إن أنا أصوم التاسع والعاشر، المرتبة الثالثة إن أنا أصوم التاسع، لا المرتبة الثالثة أن أنا أصوم العاشر والإحداشر، يبقى ثلاث مرتبة أصوم العاشر والإحداشر. المرتبة الأعلى بقى في الفضل أن أنا أصوم التاسع والعاشر والإحداشر، دي أعلى المراتب. طيب صيام يوم عاشوراء، أنت قلت دلوقتي أن الصيام بتاع يوم عاشوراء بيجزئ مع الكراهة في عدم المخالفة يعني، لكن هو يجزئ بتكفير سنة. طب تكفير سنة من الذنوب الصغائر ولا الذنوب الكبائر والصغائر؟ بيكفر إيه بالضبط؟ هسألك سؤال، أيهما أعظم، الفريضة ولا النافلة؟ لا الفريضة هي الأعظم طبعا مش النافلة، لأن الفريضة أعلى. طب حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، واضح الحديث؟ أنت عايز تقول إيه؟ أنت عايز تقول إنه الفريضة دي الصلوات الخمس فرائض من الصلاة للصلاة بتكفر الصغائر لكن لا تكفر الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان دي كلها فرائض أهي، كفارة لما بينها، بتكفر اللي بينها، بتكفر اللي بينها بشرط اجتناب الكبائر. ليه؟ يبقى العلماء بيقولوا إن الفريضة دي بتكفر الصغائر لكن الكبائر تحتاج إلى توبة أخرى من نوع خاص، فصيام يوم عاشوراء بيكفر الصغائر مش الكبائر، لأنه الكبيرة تحتاج إلى توبة من نوع خاص، محتاجة لتوبة أكتر. يعني ما تجيش تقول لي إنه الإشراك بالله يكفر بصيام يوم عاشوراء،
أو إنه الزنا يكفر بصيام يوم عاشوراء. وفيه ناس بتغتر بهذا الأمر فيروح يرتكب المعاصي ويرتكب الكبائر ويقولك أنا هصوم يوم عاشوراء وربنا هيكفر عني سنة فاتت، ويبقى السنة دي داخلة بالكبائر اللي فيها. فأقوم أقولك لا غلط، استنى، الكبيرة عايزة توبة من نوع خاص علشان تقدر تشتغل بشكل صحيح وبشكل سليم. فأما صيام يوم عاشوراء فيكفر الايه؟ الصغائر. على كل صيام هذا اليوم يكفر سنة سابقة. يا رب يغفر لنا ولكم ويكفر عنا وعنكم. احنا بنقول انه صيام يوم عاشوراء هل ينفع صوم وانا علي صيام؟ لو انا صمت يوم عاشوراء وانا علي صيام فريضه، ايه الحكم؟ انا عندي كام مذهب معمول بيهم؟ انا عندي اربع مذاهب معمول بيهم، الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابله، صح؟ الاربع مذاهب دول اختلفوا على ثلاث اراء. السادة الاحناف رضي الله عنهم وارضاهم قالوا إن ينفع أصوم يوم عاشوراء وأنا علي صيام فريضة ما صمتوش. يعني أختي اللي بتسمعني اللي كانت فترة أيام من رمضان وعليها أيام لسه ما صمتهاش لحد النهاردة، ينفع تصوم يوم عاشوراء وهي لسه عليها أيام من رمضان؟ على رأي السادة الأحناف رضي الله عنهم أجمعين وعن باقي المذاهب قالوا ينفع، ما فيش مشكلة خالص. السادة المالكية والسادة الشافعية قالوا يجوز مع الكراهة. السادة الحنابلة قالوا لا يجوز. طب رأيي على الهوى بعد ما قلت الأربع مذاهب يعني بالثلاث آراء دول، رأيك إيه في هذه المسألة؟ مع إن أنا مذهبي مش حنفي، لكن الرأي الصواب في هذه المسألة والعلم عند الله وهو الأيسر للناس هو رأي السادة الأحناف، اللي هو ايه؟ قالوا يجوز صيام يوم عاشوراء مع انه ما علي ايام من رمضان، ما فيش مشكله ابدا، صومي. يا اخي مش قادره تصوم النهارده، مش قادره تصوم في الايام اللي فاتت، يا اخي هتصوم كمان شهرين، يا اخي هتصوم في شعبان اللي جاي، يا عم هتصوم في اي وقت، هتضيع عليها صيام يوم عاشوراء علشان السادة الحنابلة قالوا ما ينفعش ولا يجزئ، أو السادة الشافعية والسادة المالكية قالوا يجزئ مع الكراهة؟ طب ما تاخد بشمعنى السادة الأحناف، ناخد برأي السادة الأحناف ونقولوا يجزئ صيام يوم عاشوراء وانت عليك أيام من رمضان ولا حرج في ذلك وما فيش مشكلة إن شاء الله. طب سؤال، والسؤال ده جه على صفحتي على الفيس، هل ينفع صوم يوم عاشوراء بنية اللي علي من رمضان؟ ينفع. يعني هل ينفع صوم 9 و10 و11 دول بنية اللي عليا قضاء من الأيام اللي عليا في رمضان؟ ينفع، بس مش هتاخدي ثواب عاشوراء، مش هتاخدي ثواب صيام يوم عاشوراء، هيسقط عنك ده لأنك أنت اللي حددتي نية الفريضة. لكن ما تاخدي برأي السادة الأحناف، صومي يوم عاشوراء وتوكلي على الله بنية عاشوراء وليك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ناخد الأستاذة وفاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ تفضلي. الله يرضى عليك. سلام حضرتك. طيب ربنا يجعله كده في ميزان حسنات حضرتك إن شاء الله جميعا، إن شاء الله جميعا. أنا جوزي أخذ مني ذهب، هو ما أخذهوش أنا يعني اللي اديته له، لأن كانت الظروف ما تسمحش يعني، وكان في أزمة مالية وانا اللي اديته له يعني عن طيب خاطر، فكنا متفقين ان احنا ايه ان شاء الله ربنا يكرمنا والظروف تتحسن ونطلع الحج سوا. ومن يوميها واحنا ايه متفقين ان احنا نطلع الحج باذن الله. فاجئني السنه دي ان هو طالع الحج بس بعد ما خلص بقى كل حاجه، جاب اللبس وخلص الورق وعمل كل حاجه وقال لاصحابه في الشغل وخد اجازه وكله كله ايه مظبوط يعني، الا انا الوحيده اللي ما اعرفش اي حاجه خالص ان هو ايه طالع الحج. فاجئني ان هو ايه قال لي ده انا طالع الحج. قلت له طب ازاي يعني، طب ما قلتليش وبتاع. فانا عايزه اعرف يعني راي الدين في ده ايه، وهل يجوز ان هو ياخد الذهب بتاعي
وربنا يكرمه والظروف تتحسن وبعد كده ما يقوليش ان هو طالع الحج وهل عليه ذنب، وانا ايه بالنسبه يعني للدين وللشرع، يعني انا كده غلطت او عليا ذنب او حاجه؟ فانا قلت يا رب حسبنا الله ونعم الوكيل، اذا كان انا ظلمته في حاجه فربنا هو ياخد له حقه، ولو هو ربنا لو هو ظالمني ربنا ياخد لي حقي. شكرا يا حاج وفاء، شكرا. يعني انا يعز عليا جدا ان انا ابقى صغير ومراتي تقف جنبي يا اخي وتديني الذهب لحد ما اكبر، واول ما اجي اكبر انسى المعروف والايد اللي اتمدت الي بالمعروف في يوم من الايام. اولا الذهب انت حضرتك جبتيه بطيب خاطر، وهو حب يقولك ان انت عملت فيها معروف، فانا هكافئك بان احنا هنروح نسافر نحج سوا. وبعدين كبر والمأزق عدى ونسي المعروف اللي انت صنعتيه فيه، وراح من غير ما يتكلم معاكي راح دبر امور الحج بالنسبه له، وانت اخر من يعلم. هو اخطأ هنا مجموعه اخطاء فادحه. اول خطأ ان هو اخذ ذهبك وما رجعهوش تاني. اي واحد بيسمعني، اخذت ذهب زوجتك، اياك ان نفسك تسول لك او شيطانك يوسوس لك انك تاكل ذهبها وتقول ده انا اللي جايبه. انت اللي جايبه هتبقى ظالم. انت اللي جايبه بس ده حقها، ده مهرها، ده مهرها حقها شرعا، اللي من حقها تتصرف فيه زي ما هي عايزه. هي ادتهولك تساعدك مش صدقه منها، هي ادتهولك على امل انك انت تاخدها معاك الحج. فكان يجب اول حاجه خالص انك ترجع لها الذهب بتاعها، دي رقم واحد. رقم اتنين، يجب انك انت توفر لها ما تستطيع ان تحج به لانها مسؤوله منك. قوا انفسكم واهليكم نارا. رقم ثلاثه، كان واجب انك انت تستاذنها يا اخي. تستاذنها لسببين في وجهه نظري. اول سبب ان دي زوجتك يا اخي، واقرب الناس اليك واستر الناس عليك. كان واجب انك تستأذنها يا اخي، تقول لها انا مسافر ان شاء الله الحج، ادعي لي ربنا يتقبل مني، وانت اقرب حد ليا، وانا لو قصرت معاكي دلوقتي ادعي لي ربنا يعني بعد كده، وانا مش هقصر معاكي واساعدك. السبب الثاني، انت مديون لها يا اخي، ولا انت نسيت ان انت مديون لها؟ وانا كمديون، انا كراجل مدين، لازم اروح صاحب الدين استأذنه واروح اقول له يا اخي انت ليك دين عندي سامحني، لكن انت نسيت دي خالص، ناسي دي هذا الامر. يا رنا السلام عليكم. السلام. الو، اتفضلي يا رنا. لو سمحت، انا كل ما اصلي صلاه الاستخاره مثلا لما يجي لي عريس يا الموضوع ينتهي، هو الموضوع ينتهي، كنت عايزه اعرف ايه السبب ليه، يعني انا كل ما اصليها يحصل كده، يا الرفض بيجي من ناحيتي يا الرفض بيجي من ناحيتي. عندك كم سنة؟ فكل ما اصلي صلاة الاستخارة بيحصل كده. عندك كم سنة؟ عندي 21. مستعجلة ليه؟ لا. مستعجلة على ايه؟ انا اصلا متعودة. حاضر يا رب. مثلا برضه في الكلية كده برضه، كان جاي لي كليتين فانا صليت صلاة الاستخارة فبصليها في كل حاجة. حاضر يا رب. حاضر اجاوبك. انا مش عايز بس مدام وفاء تزعل، وعايزك كده تطمئني، ومش عايزك تدعي عليه. هو اخطأ بصراحة، يعني أنا كنت شديد اللهجة عليه. هو أخطأ في هذا التصرف، عمل تصرف لا يليق أبدا، فأنا مش عايزك أنت ادعي له ربنا يصلح حاله ويهديه. وادعي إن ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الحج. أنا عارف إن قد إيه الموقف ده مأثر عليك نفسيا ومأزمك نفسيا، وده المطب اللي صاحبنا وقع فيه وما خدش باله. إنه هتزعلي جدا إن هو حتى ما طيبش بخاطرك وما قالكيش من البداية، راح جهز كل حاجة وفي الآخر خالص أنت آخر من يعلم. ونسي المعروف اللي انت صنعتيه معاه. فضلا عن هذا المعروف، انت مطالب ان انت توفر لزوجتك ما تحج به لانها مسؤوله منك انت. رنا، بص يا رنا، اولا انت زعلانه ان ربنا بيختار لك الصالح؟ يا رنا، يا رنا، ربنا بي 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 سواء الرفض منك او من الشخص اللي متقدم لك وانت بتصلي استخاره، فكانك بتقولي بلاش اصلي استخاره بقى. طب هو ربنا بيختار لك الحاجه الحلوه والحاجه الصالحه، فخلاص ده مش من حقك انك انت تزعلي في حاجة زي كده علشان خاطر. دي بركات الاستخارة اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقك انك تعمليها،
فأنت كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، فأنت تشكري ربنا، لأنه لو كان فيه خير يا رنا كان ربنا يسره. يعني ممكن أنا أكون شايف بعناية بقى أن أنا نفسي أفرح بقى وتشبكي وتتجوزي وبقى لك زوج وبيت وبتاع وتعيشي وأولاد وحاجات زي كده، أنت شايف أن نفسك يا ربي يا ربي يزوجك انت وكل بناتنا يا رب وشبابنا يا رب، وييسر لكم ما يتم به ما يتم به زواجكم، لكن استخيري ربنا، ونتيجه الاستخاره ارضي بيها، ارضي بهذه النتيجه وهي خير، فيها الخير، والخير ما كتبه الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فاصبري وما تعجليش وما تستعجليش، ربنا يصلح حالنا وحالك. في جانب من الأسئلة أنا حابب إن أنا أجيب عليها كده بسرعة قبل ما الوقت ياخدني. الصفحة بتاعة البرنامج على الفيس باعت سؤال، علاء أحمد باعت بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال فضيلة الشيخ؟ لو كتبت كتابي على فتاة ثم طلقتها ثم كتبت كتابي عليها مرة أخرى على العلم أني لم أدخل بيها، هل الطلاق هذا محسوب ولا لازم أكون دخلت بها حتى يحسب طلاق مرتين؟ ولكم منا جزيل الشكر. يا علاء ربنا يبارك لك، الست المطلقة غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما فيش عدة. لكن يا علاء أول الست غير المدخول بها ما تتطلق ما لهاش عدة، فبتقع الطلقة مباشرة، أنت طلقتها وبعدين رجعتها تاني وبعدين طلقتها تاني، يحسبوا طلقتين ولا طلقة واحدة؟ يتحسبوا طلقتين يا عم علاء، اتحسبت عليك يا عم علاء، اتحسبت عليك الطلقة دي. فانت كده بتقول انك انت طلقتها ثم كتبت كتابي عليها مرة اخرى وانت ما دخلتش بيها، هل دي الطلقة الاولانية تتحسب؟ تتحسب، اتخصمت من عليك يا عم علاء، اتحسبت عليك، ما عادش ليك في الكروت بتاعتك الا كارت واحد بس، انت طلقت مره فاضل لك كارت واحد معاك بس، فخلي بالك الطلقه دي اتحسبت ومش لازم تدخل عشان تتحسب كده وتتوثق يا عم علاء، ربنا يصلح حالنا وحالكم. هاخد فاصل وبعدين ارجع اكمل باقي الاسئله معاكم، خليكم معانا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا هرجع للأسئلة اللي على صفحة البرنامج، برنامج فتاوى على الفيس. حد باعت بيقول: السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ أحمد؟ أنا بصلي بانتظام ولساني دائما ذاكر، بس بحس إن قلبي مش حاسس بطعم الطاعة، وأنا لي أمنية بتمنى إن ربنا يحققها لي، ودايما بدعي ربنا بس بحس إن بدعي وأنا فقد الأمل في تحقيقها، ونفسي أخرج من حالتي دي، أرجوك ادعي لي وانصحني بدعاء يساعدني ولك جزيل الشكر. أسف على الإطالة. لا خالص، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك ويكرمك وييسر أمرك، بس الإحساس بطعم الطاعة، عدم الشعور بطعم الطاعة بالراحة كده بصراحة، عدم الشعور بطعم الطاعة بسبب المعاصي، المعصية دي كارثة نيلة، نقع في معصية أغرق والعياذ بالله، فبتحرم من لذة المناجاة والطاعة كده بالمعصية، يبقى عشان أحس بطعم الطاعة لازم أقفل باب المعصية عشان قلبي يرق ويبدأ المراية بتاعته تكون صافية، وأبدأ أشتغل كده مع ربنا كده وأحس بلذة المناجاة وبطعم المناجاة. دي رقم واحد. رقم اتنين، علي بكثرة الاستغفار، أستغفر كتير. شوفوا بغسل، ما هو الاستغفار ده بغسل بيه الذنوب والمعاصي. الأمر الثالث، علي بالصبر، أجاهد نفسي شوية يا أخوانا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا، فين جهاد النفس والصبر على الطاعة والصبر عن المعاصي والحرام؟ فين الحاجات دي؟ الحاجات دي مهمة جدا علشان أشعر بطعم الطاعة وبلذة الطاعة. الظن الحسن في الله عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي، اوعوا حد فينا يدعي وهو يقينه أن ربنا مش هيستجيب له، مستحيل، هو ربنا مش بيعاملنا زي احنا بنعامل بعض، خلي عندنا حسن ظن في الله، ثم يا أخت الله يرضى عنك ويفرج عنا وعنك ويبارك لنا جميعا. هي الدعوة اللي انت بتدعيها لربنا دي لو هو حققها لك هتضره في حاجة؟ طب لو هو منعك الدعوة دي هيضره في حاجة؟ أبدا، مستحيل.
مستحيل، لم يحدث ولن يحدث، قد تعالى الله عن ذلك. لكن أنت المستفيد، هو بيمنعك الدعوة دي لأنك مش عارفة أن الدعوة دي فيها ضر لك. ما هو قال لنا في القرآن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما تستعجليش، عمالة تدعي تدعي وما أدراك أن الخير فيها. قولي كده لقلبك، يا قلبي يا اللي واجعني ومحيرني وتعبني، ارضى باللي ربنا كتبه وربنا يعوضك ويكرمك والخير في اللي ربنا اختاره. فخلي في عندك حسن ظن في الله كده واطمئني كده، واللي ربنا كتبه لك هيجيلك. ما شوفوا والله العظيم قسما بالله ما كتبه الله للإنسان سيكون مستحيل. لو انه اهل الارض اجتمعوا عشان يجيب له حاجه ربنا ما كتبهاش ليا مش هتيجي، ولو انه اهل الارض اجتمعوا كلهم عشان يمنعوا عني حاجه ربنا كاتبها لي مش هيقدروا، فاللي ربنا كاتبه هيكون. بتقلقي دايما ودايما نفسيتك تعبانه، كلنا كده. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كل ولا تكلني الى نفسي، اللهم إني أمتك بنت أمتك. أنت تقولي كده والراجل يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميته، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب حزني. وتدعي بالدعاء ده الوارد عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو. ده دعاء المكروب، ده دعاء المكروب المهموم. اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب. في سؤال تاني، ريهام بعتها بتقول سلام عليكم يا شيخنا، ربنا يحفظك وإياكم يا ريهام. يا رب يبارك في حضرتك ويزيدك من علمه. ادعي لي يا شيخنا ربنا يصلح لك أمرك يا ريهام ويغفر ذنبك ويستر عيبك. كنت عايزة أسألك يا شيخنا عن حاجة، هي المرأة لها حق يكون لها أمور مادية خاصة بمطالبها الشخصية؟ يعني مش عارفة اسمها إيه، بس زي مصروف كده ولا لأ؟ علشان ساعات ردا على استفسارات لي بفهمه، يعني يقولوا لو مش للأكل والشرب ما تطلبش، هل الشرع اتكلم في الموضوع ده؟ يعني أقصد تجاهل طلباتها الشخصية من ضمن مسؤولياتها يعني. طيب خليني أخد حنان يا ريهام عشان ما تقولش عليها على التليفون وأجاوب. يا حنان سلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس عندي سؤال حضرتك. نعم. أنا والدتي متوفية يعني بقالها يجي 3 سنين. وهي سايبة يعني ذهب بسيط يعني، بس فيه ذهب. فأول ما توفت هي قالت إيه يعني، قبل ما توفى قالت لوالدي الذهب ده لبنتي وأنا ليا أخين ولدين. المهم إيه، ما تعرفش ايه اللي حصل. انا والله ما كنت هاخده لوحده ولا انا عايز اقسمه على اخواتي وكله، بس المهم ايه اخويا قال لا ده ما ينفعش وكده، وانا قلت ايوه صح لازم ايه علينا كلنا وكده يعني. المهم فات 3 سنين حضرتك ابويا قال انا بقى ما حدش هيطلع حاجه من حاجه امكم دي، يعني الحاجه دي مش هتطلع الا لما اموت، الذهب ده ما حدش خالص هياخده الا لما اموت، مش هيطلع يعني خلاص، انا لما اموت باخدوا بقى اللي انتوا عايزينه وبفضوا اي حاجه واخدوا اللي انتوا عايزينه، لكن لما اموت لحد ما اموت ما حدش هياخد الحاجه ديت، ولحد دلوقتي الحاجه عنده ومش عايز يدينا اي حاجه خالص. ما اعرفش بقى يعني، انا بقول يعني مثلا الحاجه دي برضو هتفك زنقتي انا واخواتي، وده برضو حقي يعني، امي سايباها هقول انا واخواتي هيفك زنقه في عز الايام دي والظروف الصعبه علينا وعلى اولادنا، ومع ذلك هو عارف ظروفنا وعارف كل دوت، ومع ذلك والله ما عايز يسيب لنا منه حتى يعني حته فرده حلق. فاقول ايه بس، فانا قلت بس عايز اسال حضرتك يعني حاجه كده كلمه تصبر قلبي، 3 سنين الحاجه عنده والله، وانا بوده برضه واخواتي بيودوه برضه، ومش عايزين برضه نقطع سلا ولا اي حاجه عشان شويه دهب، لا والله، بس انا زعلانه وخايفه عليه في نفس الوقت والله. حاضر يا حنان اجاوبك. شكرا فضلت الشيخ. شكرا يا حنان، الله يصلح حالنا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا، مع السلامه. حالا اجاوبك يا حنان، بس خليني اكمل مع ريهام. بص يا ريهام، للزوجة حق خاص في أن تتملك وأن يكون لها ذمة مالية منفصلة عن الرجل، وانت ليكي أصلا دخل. يعني افرض أن انت موظفة، ما هو الدخل ده بتاعك، المرتب ده ملكك انت، والشريعة الإسلامية ما قالتش أن الزوج ياخد لا ربعه ولا نصه ولا ولا أي حاجة خالص. الشريعة قالت بالتراضي بينهم اللي هم يتراضوا عليه،
تديله اللي هم يتراضوا هم الاثنين عليه، لكن ما يفرضش عليها حاجة غصب عنها لو هي موظفة. أما لو هي مش موظفة فمن حقها أنها تطلب من زوجها مصاريف خاصة. افرض عايزة تجيب حاجة خاصة بها هي لها هي، فمن حقك شرعا أنك تطلبي من زوجك اللي أنت محتاجاه، ومن حقك شرعا أنك لو زوجك معاه فلوس أنك تطلبي منه فلوس، تقول له عايزة 20 30 50 100 200 مليون، طالما أن معاه يديلك، وده يبقى ملكك أنت، بتاعك أنت، من حقك تتصرفي فيه. افرضي واحد غني ودى لزوجته 1,000,000 جنيه، قال لها خدي دي فلوسك أنت تصرفي فيها زي ما أنت عايزة، ده يبقى ملكك أنت. ادالك 100 جنيه، قال لك 100 جنيه دي بتاعتك انت، اما مصاريفك الشخصيه، حاجه بتاعتك الشخصيه انا كزوج لازم اديها لك. ما هو انت هتجيبي حاجات شخصيه ليكي، ما هي مش ليكي انت لوحدك، ما هي ليكي ولزوجك، فانا مسؤول شرعا ان انا اديلك هذه الامور واوفر لك انا يا فلوس هيجيبها لك. لكن عشان تتملكي، من حقك انك تتملكي، لو هو معاه من حقك تطلبي منه ان يكون ليكي فلوس خاصة بيكي انت، وان كانت فلوس انت واخدها منه، لكن ده من حقك شرعا، ما فيهوش مشكلة ابدا. باقي سؤالك يا ريهام، بتقولي والدعاء بصوت عالي لا يستجاب، سمعتها كده؟ لا، من قال هذا؟ لكن يعني سيدنا زكريا اذ نادى ربه دعاء نداء خفية، يعني ما يبقاش يعني، والصحابة لما وقفوا كده قالوا يا رب يا رب اكرمنا، فسيدنا قال استهونوا اربعوا على انفسكم، هادوا اللعب شويه، ايه هو يعني ربنا ده مش سامعكم؟ لما راحوا قالوا ابعيد ربنا فنناديه ام قريب فنناجيه؟ فالنبي علمهم الدعاء بيكون شكله ايه؟ هو وضعه ايه؟ فزي ما بص الصلاه اصلا لغه الدعاء، وربنا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فعلشان كده ادعي بصوت هادي كده، بصوت مطمئن كده، وبصوت مش عالي، وربنا يتقبل منا ومنكم. ليه؟ رجاء يا شيخنا تواصل معنا كمان من خلال صفحة حضرتك، ربنا يبارك في وقتك ويعزك. والله العظيم والله العظيم يا أختنا الفاضلة، الله يصلح حالنا وحالك يا ريهام، أنا بتواصل على صفحتي على قد وقتي ما يسمح، لكن لو في تقصير بغصب عني والله، يعني لا تتخيلوا كم من رسائل وكم من ردود في اليوم وكم من انشغال، فادعوا لنا وأنا حاضر أتواصل معاكم على صفحتي إن شاء الله. يا حنان الله يرضى عليكي، بص يا حنان، هنا في كم إشكالية كده. أمك الله يرحمها ويغفر لها ويغفر لجميع موتى المسلمين، تركت ذهبا، الذهب ده مش لك، حتى لو أمك قالت الذهب ده لبنتي، لا وصية لوارث، منفعش، الذهب ده تركة، مين الورثة؟ والدك وحضرتك وإخواتك الذكور، كل واحد ياخد نصيبه. أخوك قال ده حرام ما ينفعش، فعلا كلامه سليم. طيب الأب بقى قال الذهب ده بقى معايا والحد، وانتم اخدوا كل واحد حقه. لا يابا الحاج، غلطان يابا الحاج، من ساعه زوجتك ما ماتت يابا الحاج انتقلت ملكيه الذهب يابا الحاج منها للورثه كلهم، وحضرتك لك الربع يا عم الحاج، والباقي للذكر مثل حظ الانثيين يا عم الحاج. انت غلطان يابا، لو بتسمعني، او يا حنان لو بتوصلي صوتي لوالدك اهو يا عم الحاج، بمجرد وفاة زوجتك انتقلت الملكية بتاعتها للورثة. انت حضرتك بما انك ابونا وعلى دماغنا من فوق ومحدش يقدر يقول حاجة، ونبرك ونودك ونشيلك على راسنا من فوق، بس الحق ان الملكية مش لك، الملكية انت واحد من الورثة، فعلشان كده يجب عليك ان تعطي لكل وارث حقه من هذا الذهب، لأن الملكية انتقلت لجميع الورثة مش ليك انت، عشان تحكم فيما لا تملك. يا أم عمرو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ الله يبارك لك، اتفضلي. انا ابني يعني هو محتاج العربية فعلا، واحد قال له هو يعني جاي له فلوس، بس بعد فترة يعني قال له عمال ما تجي لك الفلوس أجيب لك العربية، بس إن كانت ب50 ياخدها يدفع 70، هل ده حرام ولا حلال؟ هيدفع فلوس وياخدها فلوس؟ لا، قال له مش هديك فلوس، ما هو أنا هشتري لك العربية، هيشتري له العربية، إن كانت هي ب50 هياخدها يدفع له 70. ابنك هيشتري العربية من مين؟ من المعرض ولا من الشخص اللي هيشتريها له؟ هو الراجل هو قال له ده هو اللي هيشتريها له.
ايوه يعني انا هشتري، ابنك بقى هيشتري العربيه من مين بقى؟ من الراجل. من الراجل اللي هيساعده ده. اه حاضر هجاوب. شكرا يا حاج. في سؤال تاني على الصفحه بتقول: السلام عليكم ورحمه الله، حضرتك كنت وعدتنا انه هيبقى فيه حلقه لتشجيع الاولاد. اه حلقه سن المراهقه. حاضر هشرح الحاجات دي، لان الحاجات دي محتاجه هدوء كده، وانا محتاج ان انا فعلا افتح السلسله دي بهدوء، ونتعامل مع اولادنا ازاي، ونحببهم في الصلاه ازاي، ولو ما بيصلوش نخليهم يرجعوا للطريق ده. حاضر حاضر سافعل هذا ان شاء الله. السلام عليكم. انا اشعر دائما بعد وفاه امي بتانيب الضمير، لأنه كنت صوتي بيعلى عليها فقط بسبب العلاج، وما كنتش كانتش بترضى ولا بتحب تاخده، وأنا كنت أزعل منها بسبب كده، خوفا عليها وعلى صحتها. وحاجة تانية، أنا مش متخيلة الحياة بدونها، وإني دايما في اشتياق ليها. جزاك الله كل خير وإياكم يا أخت، الله يرضى عليك ويغفر لنا ولكم. يلي بتعلوا أصواتكم على آبائكم وأمهاتكم، اسمعوا السؤال ده واخفض لهما جناح الذل حتى لو ما رضيتش تاخد العلاج. ما ينفعش ده ان انا اعلي صوتي. اهو دي احنا دلوقتي واقعين تحت تأنيب الضمير، لك ان تستغفري الله عز وجل. اوصلي ارحامك اللي من خلال امك الله يرحمها، اللي ما يوصلش الرحم دي الا بامك. يعني كل الناس ارحامك من خلال امك اوصليهم، ده صله لامك. اوصلي الناس اللي امك بتحبهم، ده صله لامك. استغفري لامك، تصدقي عن امك، ادعي لامك، صومي عن امك، لو قدرت تعملي عمره عن امك، لو قدرت تعملي حج عن امك، اعملي كل هذه الاشياء، ربنا يغفر لنا ولكم ان شاء الله. يا صفاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيب الشيخ احمد. وانت طيبه اتفضلي. بقول لحضرتك يعني دلوقتي ينفع اصوم تسوعة وعاشوراء و11 و12 اللي هو الخميس، ولا ما ينفعش؟ 9 و10 و11. اه حاضر حاضر. حاجه تاني؟ شكرا يا مدام صفاء الله يرضى عليك. بص يا ام عمرو، طالما ان ابن حضرتك محتاج العربيه والراجل هيشتريها له وهتخش ملكيه الراجل، وابنك هيشتريها من الراجل، العربيه دي هتيجي ب 50، الراجل هيبيعها له ب 70 لانه هيقسط له. هل البيع ده بالطريقه اللي انا قلت عليها زي انا ما فهمت كده، هل البيع ده حلال؟ اه حلال. ليه؟ لانه هو انا اشتريت سلعه دخلت ملكيتي، فجي حد اشتراها مني قال لي بس انا هاخدها منك تقسيط لان معيش كاش، فهيحبس فلوسي عنده، فهيقسط لي الفلوس فهزود له في السعر شويه. اه بس بشرط ان انا ما زودش عليه، لو جه قسط من الاقساط انا ما دفعتوش ما يزودش عليه، يبقى ده ربا. فلو الصوره اللي انا فهمتها كده يبقى مفيش مشكله ان شاء الله. في سؤال: السلام عليكم فضيل الدكتور، بعد اذنك، امي قبل وفاتها او والدي قبل وفاته قال ان عمتي هتبيع قطعه ارض وانه متفق معاها على سعر الايراد سي مثلا 10,000 جنيه، وتوفي والدي فجأة وأنا أعمل في الخارج، وعندما نزلت تدخل الأهل وقالوا لعمتي لو هتبيعي أرضك لابن أخوك بيعيها له، فعمتي قالت لي اشتري الإيراد ب 12,000، فأنا قلت لها لا، أو قالوا لها لا، أخوك كان متفق معك قبل ما يموت إن يبيع الإيراد ب 10 وأنت رضيتي وخلاص، بس البيع ما تمش وباعت ب 10، فجت بعد فترة بعد 3 سنين أنا اشتريت أرض تانية، فجت عمتي قالت لي أنت كده اشتريت مني الأرض ب10 وده حرام عليك، الإيراد حرام عليك كده ظلم وأنا مش مسامحة. فهو بيسألني صاحب السؤال بيقول لي هل عليا وزر أنا اشتريتها ب10؟ سيبك من أنك أنت اشتريتها بكام، وسيبك من اتفاق والدك مع عمتك، ساعة البيع الإيراد كان بكام؟ كان ب12، اديها 12، أنت اشتريته ب10 ارجع اديها في الإيراد 2000 تاني. سعر يوم الشراء كان كام عشان خاطر ما يبقاش فيه حرم علينا وعليكم. طبعا في بعض الاسئله جات لك الوقت بتاع الحلقه خلص، لكن انا استحلفكم بالله قبل نهايه الحلقه، بالامس توفيت حماه اخي وصديقي الحاج معتز خضير، وهي الان في قبرها، فانا التمس من الطيبين والصالحين ان يدعوا لنا وان يدعوا لها وأن يستغفروا لها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، اللهم لقنها حجتها وآتها كتابها بيمينها، اللهم أنر قبرها واجعله لها روضة من رياض الجنة، وارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم إنهم قد نزلوا بك وأنت الكريم الحنان الغفار الستير الرحمن، فارحمهم جميعا رحمة واسعة إنك على كل شيء قدير. حلقة اليوم انتهت، أتابعوا معكم إن شاء الله بعض الأسئلة التي لم أجب عليها في الحلقة على صفحة الفيس، سواء الصفحة الخاصة بالبرنامج أو صفحتي على الفيس صفحة الشيخ أحمد صبري. أشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.